في نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول عام 1869، وصل كابل شركة البرق الشرقية من مدينة مومباي الهندية إلى عدن. تبعه بأقل من عام كابل البحر الأحمر من مدينة السويس المصرية، لتصبح عدن بنهاية العام 1870 نقطة الوصل بين شرق وغرب الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس. حتى جاء العام 2015، عانت عدن تقريبا أكثر من شهر انقطعت فيها جميع وسائل الاتصال بالعالم، تقريبا انعزلنا لمدة شهر. طيلة 4 أشهر امتدت الحرب على عدن لتطال خدمات ما كان يجب أن تطالها، واستهدفت بشكل متعمد مؤسسات خدمية ظل الاقتراب منها لزمن طويل أمر أشبه بالمستحيل. وكانت منشآت الاتصالات أو ما تعرف بالسنترالات ثكنات عسكرية لإدارة ذلك العنف غير المبرر. مركزه في أغلب الأماكن اللي فيها المولدات الكبيرة وفيها المحطات الديزل وفيها المواطير، يعني داخل هنا في هذه المنطقة أول ما جلسوا في الاستراحة فوق والقبل منكل، لأنه كان فيها الأبراج حق اليمن موبايل وبرق سبافون وام تي ان، كانت فيها مواطير كبيرة وكميات ديزل كبيرة، هم كانوا يستخدموا هذه المواطير. لكن المباني الإدارية اللي ما فيهاش أي حاجة ما جلسوا فيها، لأن مناطق مرتفعة دائما السنترالات والمقويات بتختار الأماكن المرتفعة، وهم كانوا يختاروا الأماكن دي قريبة من السنترالات، ولذا كانت الأضرار كبيرة جدا. إلى الآن دي برأس منكل المقوي ما زال إلى الآن لم يعاد، ودي بجبل حديد دي موجود بجبل حديد ما زال لم يعاد إلى يومنا هذا. تدهورت شبكة الاتصالات الهاتفية وساءت خدمة الإنترنت خلال حرب الانقلاب في العاصمة المؤقتة عدن، خاصة في الأجزاء الجنوبية من المدينة التي ظلت معزولة عن العالم الخارجي لأشهر كاملة. كان في البداية شبكة MTN شغالة شوية، بعدين برضو كمان زي ما قلت لك تحملت دغل فترة لما انقطع الديزل اللي فيه وقف البرج حقهم، بقى البرج الوحيد اللي شغال اللي كان الشبكة اللي تشتغل في ذيك الأيام الحرب شبكة سبافون. تصور أنت المكان، أهله ضايعين مش يوصل لهم، ماشي على رقم يمن وبال أو حاجة معاهم وما يستطيعش الوصول إليهم، يعتبرك أنت جزء من الذنب، يعني جزء من المشكلة انتهى أنك ما وفرت شيء للخدمة. بس أنا معي ظروف أقهرتني على هذا، وكان بعض الناس يقدروا الوضع اللي رحنا به، ومنهم المحافظ نايف البكري، حتى أن الخدمة قطعت مرة أكثر من 15 يوم، 15 يوم ظلت معزولة تماما ولا أي حاجة، حتى لو فرنا ديزل كابلات الألياف مقطعة بالأماكن كلها. في مطلع شهر يوليو تموز وقبل أسابيع من انتهاء الحرب، دخلت عدن في عزلة إجبارية عن العالم امتدت لأكثر من شهر، بعد أن توقفت بشكل كلي شبكة الإنترنت والاتصالات المحلية والدولية. أول ما دخلت تواه هنا كانت الاتصالات شغالة، ولكنها ضربت المكيفات دي بالمعلق، يعني ضربت لما ضرب المكيفات معناته الحرارة ترتفع جدا بالسندرالات بتنهار بتوقف، قد تكون ضربت بقصد وقد تكون بدون قصد، الله أعلم بالنيات. هذا احنا أهم شيء هم السبب. عانت عدن تقريبا أكثر من شهر
انقطعت فيها جميع وسائل الاتصال بالعالم، تقريبا انعزلنا لمدة شهر. كثير من المناطق انعزلت، الكثير من الأهالي فقدوا الاتصال بذويهم في الأحياء الأخرى، في كريتر، في بين كريتر والمنصورة، في هذه الأحياء. سنترالات واقفة تماماً، دي كانت سنترال شقالة المنصورة، والمناطق دي كانت واقعة تحت سيطرة الشرعية، وأما المناطق دي كانت تحت سيطرة الحوثيين موقفة كلها تماماً. يعني كريتر، خورمكسر، التواهي، المعلق، كله كان واقف باستثناء خدمة حتى المعيدة وتعاد الإنترنت فقط، ودار سعد كان برضو واقفة. دمر سنترال كريتر بغارة جوية للتحالف العربي بعد أن تحول إلى سكينة عسكرية لميليشيا الإنقلابيين، ومثله أيضا أبراج الاتصالات في جبل حديد بخورمكسر وجبل منكل في التواهي، كانت هي الأخرى سكينات للعنف وأهداف للقصف المضاد. تجدنا بتعمد شديد كانوا بيعملوا هالحركة هذه، مش بحسن نية، يعني بأنه مثلا المبنى هذا ينهار ويقولوا مش هم سبب، الطيران السبب. عشرة سنترالات، ثلاثة منها رئيسية، هي حجم البنية التحتية لقطاع الاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن، وتغطي خدماتها المدن المجاورة. عملت بعضها في ظل قيود شديدة لانقطاع تام للكهرباء وانعدام الوقود. مولدات كانت تشتغل، سكبنا مرة دار سعد سكبنا 10,000 لتر، تصور مولد يشتغل 14 يوم واصل ولا يوقف، ما حد عنده، لما يكمل جدول يطفي. وضع كان صعب جدا، لما تحس الامور بتنهار امامك وما تستطيع شيء، ما تستطيع عمل شيء. معنا محطات في كل سنترال، معنا خزان ديزل ومعنا بطاريات، تطفي الكهرباء البطاريه كانت بتمشي معك بكثير ساعه لو مشيت. بعدها شغل الماطور اذا اشتغل كان بيشتغل، اذا يوم يومين الكهرباء انقطعت وما فيش معك ديزل، اذا انقطعت الكهرباء لما يطفي الماطور، هو طبعا يشتغل اول الماطور، بعد ما يطفي الماطور تشتغل البطارية وقفت، السنترال يوقف سنترال، يعني يوقف اتصال ثابت، يوقف اليمن موبايل، يوقف الانترنت، يوقف كل شيء، حتى شبكات سبافون MTN الابراج اللي يعني لحقوم السنترالات اللي موجوده عندنا كمان لو وقفت توقف الاتصالات الاخرى، الشبكات الاخرى كمان توقف، لانه كله مربوط عندنا، خاصه سنترال معلا وسنترال درسع يعتبروا سنترالين رئيسيين في محافظه عدن. منعت الميليشيا وصول الوقود المخصص لتشغيل السنترالات الرئيسية في مناطق دار سعد والمنصورة والمعلا، ونهبت كميات كبيرة من الديزل قدرت بأكثر من 70,000 لتر، وذلك وفقا لتقارير صادرة عن المؤسسة العامة للاتصالات. ما استطيع توصيل ديزل ولا فنيين يشتغلوا ولا واحد هنا، يعني كان صعب توصل ديزل ولا تشغل مولد، كنا بندخل ديزل للمعلق بصعوبة شديدة، إلى حد أننا مرة كنا نخبيه تحت دباب الغاز مشان نقزعه، ومرة نقوه وشلوه، ومرة شلوا علينا 10,000 لتر، ومرة فقروا علينا قاطرة بها 15,000 لتر. صعب أنك تدخل تسكب ديزل، ما تقدرش أصلاً، الميليشيات موجودة ما يسمحوا لك تدخل. قاطرة حرقت وعشر ألف لتر وخمسة ألف لتر حوالي 70,000 لتر ديزل شلوا علينا من أماكن متفرقة، بالرغم إن كانوا يتهمون إننا بنودي ديزل للحوثة، لكن للأسف الشديد إن هذا الاتهام باطل، حيث أننا يلاحظ المشترك أننا عندنا توصيل ديزل تعاد الإنترنت وتشتغل، وعند انتهاء ديزل توقف، بالرغم إن كانوا يملكوا كميات كبيرة جدا من ديزل، وليسوا بحاجة للديزل التابع لنا، كانت إدارة تمويل البواخر والتواهي فيها أكثر من ثلاثة مليون لتر ديزل، ما كانوش بحاجة للديزل حقنا، بالعكس كنا بنلاقي عروض للبيع منهم ولكن كنا نرفض الشراء منهم. كان خيار هذه السنترالات هو الاستمرار في العمل رغم القيود المفروضة عليها لتقديم الحد الأقصى الممكن من الخدمة التي تتيحها هذه الظروف المعقدة والصعبة.
السنترالات اللي كانت باقية معنا سنترال دار سعد والبريقة والشعب اللي هي في منطقة المنصورة والممدارة واللي كان فيها موجودة المقاومة وما سمحت لهم يدخلوا هذه المنطقة. فكان الاتصال حتى هذه المناطق كان بعض الأحيان تنقطع الاتصالات فيها لأنه بسبب صعوبة إدخال الديزلة داخلها. يعني بعض الأحيان تلاقي كمان حتى من المقاومة نفسه لما يجوا أصحابنا مندوبين اللي معاهم الديزل شو يوصلوا يقول له أنت بتاخذ الديزل للحوثة، بينما الحوثة نفسهم لما تجي تقول لهم كذا يقول لك بتاخذ الديزل للدواعش. فكان المواقف صعبة، كان بعض الأحيان تنقطع الاتصال لمدة يوم يومين، وأغلب اللي كانوا موجودين في عدن كانوا يشوفوا يعانوا من هذا الشيء، انقطع الإنترنت، انقطع الاتصال لمدة يوم يومين. بعدين بعد المحاولات والوساطات والمدير العام واللي كانوا شغالين في ذيك الفترة كانوا بذلوا جهود صراحة جبارة واشتغلوا، حاولنا نحافظ على اللي قدرنا عليه. لم تكتفي الميليشيا باجتياح سنترال المعلة كأحد أهم السنترالات الرئيسية الثلاثة وإيقافه عن العمل، بل عمدت قبيل الانسحاب إلى تفخيخه بأكثر من 35 كيلوغرام من المتفجرات وإتلاف بعض محتوياته، الأمر الذي ترتب عليه لاحقاً أضرار فنية انعكست سلباً على أداء السنترال وخدماته الاتصالية. رحنا لما خرجوا من المعلة وهذا اكتشفنا عبوة ناسفة 35 كيلو مطروحة داخل السنترال مربوطة على المكيف، يعني أول ما تلطش المكيف بينفجر المبنى كله، ولو لا لطف الله ما كنا اكتشفنا هذا الموضوع. اكتشفه أحد العاملين أو الحراس أو بالصدفة، ونزلنا فريق الإعلام ووجدناها سيفور مربوط على المكيف ممكن ينزل المبنى كله، يعني سوء النية كان موجود بأسلوب مباشر أو غير مباشر. موظفو الاتصالات دفعوا ثمنا باهظا خلال الحرب وكبدوا أقسى أنواع المعاناة تحت وطأة العنف وقسوة الحياة. توفي سبعة منهم بسبب تردي الأوضاع الصحية، وتعرض البعض للاختطاف والملاحقة أثناء العمل في صيانة بعض السنترالات خلال فترة الحرب، فيما أجبر الأغلبية على ترك وظائفهم والنزوح بحثاً عن ملاذ آمن وحياة كريمة. ماشي، كان معي مثلاً المعلق معي اثنين موظفين يستطيعوا الوصول فقط، غيرهم لا يستطيع، وعادوا واحد زغروه ما فكروا إلا بصعوبة، يعني واحد عادوا مسكوه وسجلوه بمدينة الخضراء. كان معي ثلاثة اللي هو اسمه محمد السيد، وتعرض من مسجن بهدله. أنا واحد من اللي صمدوا 20 يوم، يعني خرجت بعد 20 يوم من دخول الميليشيات لهنا. لما انتقلت في ناس من الجيران كانوا باقين لمدة يعني بعدي حوالي 20 يوم، زادوا فوق 15 يوم. آخر الأيام ما تقدرش تحمل لأنه فعلا مصاب ضرب الطيران، ما تقدرش تعيش، خاصة معك عائلات معك أسر ما تقدرش تحمل. يعني أنت ساكن هنا، الدفاع الساحلي على يمينك، قيادة المنطقة على يسارك، القصر الرئاسة، وهم أول ما دخلوا تمركزوا في هذه الأماكن ضربوا حرب، جلسوا بيوتهم وصوبوا بأمراض وماتوا. معنا موظفين حوالي 6 موظفين أو 7 موظفين توفوا من أثار الحرب، يعني كان بأمراض مزمنة وتعرض لضغوط معينة يسعفوه يموت، يعني واحد قلبه القلب وبالضغط وهذا وديله زيده حمضنك بتطفي على حال خلاص، وانتهم فعلا بهذا الأسباب. يعني كانت الحرب سبب رئيسي. توقفت الحرب ورحلت الميليشيا تاركة خلفها مدينة منكوبة ومنظومة اتصالات مهددة بالانهيار وبنية تحتية تحتاج لسنوات طويلة وأموال باهظة كي تتعافى وتعود إلى وضعها الطبيعي. إلى الآن البنية التحتية حقا الاتصالات مش قادرة ترجعها زي ما كانت، صعب 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 جدا أنها ترجع زي ما كانت، متأثرت كثير. يعني لو تشوف ده منطقة دار سعد تشوف المناطق اللي انضربت، تشوف الكيبلات اللي راحت، الأماكن اللي تفجرت، كثير كثير كيبلات كثير راحت، يعني أماكن حقنا كباين كلها انضربت في منصورة في دار سعد في
صعب انك ترجعها زي ما كانت. شيلها عمل طبعا، شيلها مبالغ وشيلها راس مال. في كابل باتجاه المخاء وذباب كان يعرض للقطع الدائم نتيجة المواجهات هناك، في كابل باتجاه الراهدة والشريقة نتيجة المواجهة منقطع إلى الآن. إلى الآن هو برغم عادته في فترة سابقة، وما زال الكابل شغال الآن الوحيد بمر عبر الضالع. أي انقطاع أي طفل مولد في هذا الاتجاه، ضالع يريم لاحق عدن، أي خلل تقطع خدمة الإنترنت عن عدن، خدمة الإنترنت والاتصالات الداخلية. الكابل دي مار باتجاه ثرة والبيضاء تعرض للانقطاع وما زال مقطوع إلى يومنا هذا. الكابل اللي باتجاه شقرة بير علي يعرض للانقطاع بسبب مشاكل قبلية، بسبب مشاكل قبلية هناك كل واحد له مطالبه. لكن الله والأمور صعبة جدا، لذلك نرجو من المواطنين والمشتركين يعني عذورنا عن تقصير، لأنه خارج عن إرادتنا أحيانا وأكبر من أننا نقدر أن يعني نعيده. إذا السنترال وقف توقف الاتصالات، وإذا تضررت الكيبلات توقف المناطق كامل. يعني الآن مثلا كانت في مناطق شغالة يعني الخطوط كامل، الآن في أماكن في المنصورة في لحد الآن يعانوا، يعني الكيبلات نفسها مرقعات ترقيع فقط، ما عاد شيء شبكة جديدة، شيء مد خطوط جديدة، شيء تصليح من غير الهوائي. الكيبلات الهوائية اللي معانا اللي تأثرت بالضرب الطيران، تأثرت بالقذائف، تأثرت لأن المنطقة المنصورة بشكل عام والدار والحصل فيها اشتباكات غير طبيعية. يعني لو تشوف انت لو تقزع الدار تشوف خط الدار هذا، تشوف العماير كيفه، بتحس يعني بحجم المعاناه اللي بتعانيها الاتصالات بهذه الفتره. المعاناه مش سهله في جميع النواحي، في جانب الكهرباء، في جانب المياه، في جانب الصحي، جانب الاتصالات. عدن ضرت بشكل كبير. انا اقول لك ممكن تنهار منظومه الاتصالات باي لحظه. المولدات معانا، المولدات المعلة مثلاً وأهم مكان منتهية تماماً. يعني مولد بيستهلك خلال ساعتين واحد يعني 10 لتر زيت، يعني منهار تماماً. أضرار كبيرة خلفتها الحرب على البنية التحتية لقطاع الاتصالات في عدن، ولا زالت آثارها باقية وتداعياتها مستمرة منذ نحو عامين، ولا يبدو أنها ستشرف على نهاية في الأفق القريب. وللحكاية بقيه.